بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير. معكم حميد ميكانيك. اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص الحس اللي تسمعوه جهة الأبواب. كان في بعض السيارات كي تنوضوا السيارات تاعكم الصباح تسمعوا حس اللي هنا في هذه الجهة تاع الأبواب. وكان شفت واحد الفيديو، هاني درك ندير لكم منها مقطع، يقول باللي راني بدلت الكيت دومبرياج جديد، بصح كي نوض الطوموبيل نسمع حس، وكي نلض رجلي على الدومبرياج يروح. خوتي، هذا المشكل درك نشوفوهم مع بعضات ونشرح لكم كما يقولوا حبه حبه باش تفهموا منين يجي. كاين حس اللي راهو عادي ومش لازم تقلقوا منه. خوتي، هذا الحس اللي تلقاه في السامبول، رونو سامبول، الداسيا، اللي فيهم اكل محركات 1.2 ولا 1.4 او 1.6 ايسونس، ديما فيهم هذا الحس، وهذا راهو عادي، ما تقلقوا منه، ما ديروا والو، وبلاكم كاش من يقلطكم ويقول لكم بدلوا هذيك ولا بدلوا هذيك. هذا الحس اللي دير مثال كما الداسيا، راني قدام هنا محرك تاع الداسيا، درك نوضوا ونسمعوا، راهو عادي. ستان فيس دو فورم كما يقولوا له، ان فيس دو فورم من 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 لا ميزون، وما يدير والو، والسيارات اكل هكذا تاع داسيا ولا سامبول وبعض السيارات ثاني عادي. مثال كان فيز دو فورم في لاكسانت من 2000، لما كذبيش ربي، من 2011 ولا 2013 لتحت، كي تعود تمشي في الدوزيام والتروازيام ما تسمع والو. وكاينين اللي من 2014 وطلع، كي تعود تمشي الدوزيام بعد تبدا تسرع تروازيام تسمع واحد فانفينا، واحد شقول رولموت ذرفر هكذا تيا، هذيك ستانفيز دو فورم ثاني، وبصح ما دير حتى مشكل. خوتي، شي اللي نقول لكم هو ابقاو حتى الاخر تاع الفيديو باش تستفادوا منها النصيحه، وهذه ان شاء الله يستفادوا منها لي زابرونتي اللي جايين، اللي راهم جايين ويتحبوا يتعلموا ميكانيك، او لي ميكانيسيان نو كاليفي، او الميكانيسيان اللي ما عندهمش علم بهذه المعلومه. ان شاء الله كل تستفادوا بها، او مالين سيارات ثاني اللي يحبوا يطالعوا. معليش خوتي، كما قلت لكم في هذو السيارات تاع لوغان، سامبول، ستيبوي، كل فيهم الحس وعادي، ما يقلطكم حتى واحد، وما تديروا والو، خلوها كما راه، الا لا نقولوا تلف الديسكو بلاتو، هذيك ساعه بدلوا الديسكو بلاتو او لابيتي، فين المشكل هما فيهم السيمبول والسما، فيهم المشكل تاع لابيتي انكاستري تاع الزيت. درك نوضوا السياره هذه ونسمعوا الحس. خاوتيني نوضت السياره اللي هنا، ما نسمع حتى حس في الداسيا ولا في السما، ما تسمعوا حتى حس. درك نروح نشوفوا جهه المحرك ونسمعوا. كما هنا في الداسيا هذه، راني مانيش نسمع عادي، بصح ساعات نسمع الحس ويروح وحده، هي تسخن يروح، وساعات كي تسخن يجي، بصح ما تقلقوش وما تحطوش بالكم ليه، راهو عادي. كاينه حاجه اخرى في بعض السيارات، المشكل هذا الحس شكون اللي يديروا هذا الديسك دومبرياج، كيعود موش دوريجين، يعودوا هذو الرسولات اللي راكم تشوفين لهنايا، يعودوا يتحركوا ويديروا الحس. الديسك اللي هنا يعود شغل يبالونسي في الرالونتي، شغل يفيبري، شغل يرعش، ويعود يدير في الحس في بعض الاحيان. دركا نشوفوا الاخ اللي راه ورانا الفيديو، دار فيديو وقال راني بدلت
الكيت دومبرياج جديد ونسمعوا الحس ومن بعد نتطرقوا للشروحات. خاوتي لهنا كي تكون مش حاط رجلو على لومبرياج تسمعوا نسمعوا الخبطه، بصح كي يحط رجلو كما راكم تشوفوا ما كان حتى خبطه، ما نسمعوا والو. خاوتي لهنا رانا قدام باطا فيتاس، هذه باطا فيتاس تاع 208 وتاع 301 1.2 في تي. وشن غنوري لكم منين يجي الحس. الحس خاوتي يجي من هذا الجيد بيوتي داك تشوفوا فيه لهنايا، يعود هذا لاكس يعود يتحرك، لعد هذا لاكس، لعد هذا لاكس يروح ويجي راه يدير الحس، او يعود فيه كي تطلعوا شويه هكذا تي يعود فيه الجو، لعد كي تطلعوا وتحبطوا فيه شويه جو، او كي تدوا وتجيبوا يعود فيه الجو، راهو الجيد بيوتي. با في بعض السيارات الجيت بيتي هذا يتنحب ثلاث بالونات كما راك تشوفهم هاوليك، هذا هو الجيت بيتي. هذا هو الجيت بيتي راكم تشوف فيه هنا، فيه ثلاث بالونات وفيه جوانسبي، هو اللي يزير على لاكس هذا باش ما يخليش يتحرك، كل ناحو البالونات درك لاكس يعود يروح ويجي صح. بصح كاين سيارات كما السيمبول كما الداسيا كما بزاف سيارات عندهم لي بوات لهذا الجيت بيوتي ما يتنحاش بالبولون، يتنحى بلا بريس، وباش تنحي بلا بريس لازم تفتح لابوات كامل، لازم تنحي منها هذا وتنحي لي بينيون تاع السانكيام، ومن بعد تفتح لابواط هنا من النص باش تقدر من بعد تعاود. هذاك شويه مشكل، انا راني استعملت طريقه نحي هذه نحي في هذا الجيد نحفيه بواحد الطريقه، درك نخليكم الرابط في تاع الفيديو اللي درتها باش لا صالفكم نحو بالطريقه اللي درتها انا، او تحبوا ثاني تفتحوا لابواط واش شويه متعبه ولازم واحد يكون نقولوا بروفيسيونيل شويه باش ما تتعبوش. هذا مكان درك نولوا الفيديو اللي شفناها في تاع الاخ اللي يقول بلي رانا عاودت الكيت وقاعد كاين نحس كي يلض رجلو يروح الحس وكيهز راه هو يبقى الحس. خويا راه هذا هو الجيد بيوتي، لا عاد فيه لي بولون بدلو، لا عاد نقولوا يتنحى بلا بريس، لازمك تنحي لابوات وتقسمها ومن بعد هذيك الساعه تدي لا بريس اشري جيد بيوتي جديد وركبوا بلا بريس وان شاء الله المشكل تاعك يروح. خوتي راح نغتنم الفرصه ثاني باش نزيد ننوركم على حاجه ولي ننصحكم بها، وديما كي تجو غتبدلوا لو كيت دومبرياج كي تجو غتبدلوا هذا الديسك والبلاطو ديما بدلوا هذه، كنت تسيبوا بدلوا هذه باش الزيت ما يعوش يسرب لكم منها. لعات لابوات تاعكم فيها قيد بالبولونات، لعات ما فيهاش على الاقل ما عندكم ما ديروا. وكاين حاجه لي ضروري هو الفرشات هذه، خاطر ساعات تبدلوا كيت جديد ومن بعد تتفاجئوا كي دير بريمير جي قديماري تقول تحسوا بالسياره تفيبري، راهي من هذه. درك نشوفوا لهنا الفرشات ونقول لكم علاه. لا صالكم هذا المشكل كي تبدلوا الكيت دومبرياج وتنساو باش ما تبدلوش هذه لا فرشات، راهو منها المشكل. وعلاه ساعات الميكانسيا ما يتبهش، وهذا خاوتي وهذا المشكل
خاوتي هذا المشكل راه يجي من لا فورشات لهنا كي تحفر. كاينين بزاف ناس كيعودوا يسوقوا يخلوا رجلهم فوق لا بيدال تاع لومبرياج. انا ننصحهم ما يخلوش كي تسير نقولوا يعودوا السيارات تسير ينحي رجله من لومبرياج، لا في السيركلاسيون معليش يبدل عادي. وشي اللي نزيد ننصحكم به، ديما كي تبدلوا الكيت دومبرياج قول الميكانسيان ينحي لكم الفرشات هذه، لا شافها محفوره هنا كما هذه محفوره ديجا محفوره من قوه السماح، بدلوها. لا لقيتوها مليحه مش محفوره بدلوا الا هذا البلاستيكه هذه اللي تجي لهنايا، وديروا لاغريس لهنا لهنا وشويه في لافورشات. وان شاء الله راي هذاك لي فيبراسيون في الديماراج في بريمير ولا في المارشال تروح. خاوتي هذه الاشاره تاع حميد ميكانيك عدت ندير فيها خاطرش لقيت بزاف الناس سارقين لي بكل صراحه، سارقين لي الفيديو تاعي ودايرهم باسمهم. خاوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو بسيطه، نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين حميد ميكانيك باش يجيكم كل فيديوهاتي، وما تنساوش ديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.